عسلامة. لاباس الحمد لله. الحمد لله. سؤالي هو اليوم من خلال اللبسة تنجم تقيم شخص؟ كيفاش؟ معناها فما كيش نقولك توكا منتاليتي بتاعنا ولا كلي يلبس لبسة بيها ولا معناها لبس عليه وكرفازة تكاية ولبس لبسة خايبة نعش كيفية خزرولو فهمت كيفية وكهو نجم يكون إنسان عنده في مخه يعني ثقف لباس عليه اما يكون عادي يعني مش بلازم يظهر للعبيد انه هو لباس عليه. لا فما اغلب العبيد يحبوا يعني كلباس ولا لباسة وهكا اما بالنسبة لي انا ماشي مشكلة يعني تلبس ولا ما تلبسش عادية كل واحد قد ظروفه يعني مش يلبس كها. شوف شخص لبس اقل من المستوى العادي تحقره ولا لا؟ عمري ما نحقره والله عادي كيف وكنا ولد 9 شهور. يقولوا الطفلة تحب على حاجة هكا مزيان ولا بالنسبة لي انا مش كمان البنات الكل يعني عادي مهم مش من يبدأ لباس ولا لباسة مهم يعني عنده في مخه ولا عندها في مخها فمش مهم باللبسة يعني وحش نقصوه باللبسة هيكها. شوفوا حتى شكون مثلا يبدأ لباسة ولا لباس كيف ما قلت انتي فما نوع من الغرور والتكبر. اي فما برش عباد هكاك متكبرين بلبستهم تقع لباسين وما عندهم مش البحية ما عندهم مش الفلوس كما يقول وفما عباد تقع مش لباسين وعندهم الفلوس ولبس عليه يعني بك مظاهر خداع. شنو رايك في الناس المتكبرين؟ مفهمتش انا علاش متكبرين علاش متكبرين مشكم زايدين علينا حاجه ولا زايدين عليهم حاجه راه فمش علاش يعني كلكم كنا عبيد كنا كيف كنا ولاد 9 شهور يعني ما نحقروش بعضنا جي نهار ويولي كيف ما نتيح بهم يلبس كما كيفنا ذاك وكها. عرفت شكون متكبر ولا متكبره؟ جبت روح. كيفاش معناها تعرف كلي تلبس لك لبسة تبدا مزيانة على الاخر تجيك تقول لك مثلا ايت لبستي هذايا شريتها ب 150 دينار ايت هذايا ماريولية شريته تبدو متكبرين يعني بلبستهم بالصوم وكل شيء كي تلقى مثلا هذايا مثلا كما قلت لك تبدا لبسة ماريول ب 65 ولا سروال ب 195 وتجي تحكي مع واحد مثلا تسلب قضية البول بتاعك ويقولها شريته من الفريب ب 500 تولت زوطهم وضب عينيها من الفريب وانا ما نلبسش من الفريب عندي حساسيه من الفريب برشا رانا قاوم كاش قنوسيت وكل وليد وبنات راه ولا ما حال هكا كيف برشا من تستعروا من الفريب اي فما برشا يستعروا من الفريب ولا فهمتش علاش كنا لبسنا من الفريب كو حتى بام وامهم لبسوا من الفريب راه وقت يطلعها والبوتيكات وقت يطلعوا يا كنا قبل نلبسوا من الفريب يا وحتى الفريب توا غلي اي متبيع غلي الفريب ويحقروا فيه من فوق مش معجبة باقر. عرفت شكون تقول لك ما نلبسش من الفريب ولقيتها مره في نصب. اي ذي وحده لا علينا فيه ذكر الاسامي اي قتلي يعني عندي حساسيه من الفريب قتلي عندي حساسيه من الفريب انا بط باب الخضر ناخذ شويه قطعات نقاها بجنبي قلت لها مش تعمل يا بنت تعمل لي نشري في حوايج قلت مش قلت لي عندي حساسيه من الفريب يا اخي سكتت يعني يوريك المظاهر خداع ما يغركش هيك الغايه من انه واحد يتظاهر بحاجه هو ما عندوش من منعرفش ما بالنسبه لي ان كل العباد هذوك مرضى هذا عنده مرض هو مرض بالنسبه لي انا مرض راه من الاخر والله قلت انت بكري عرفت شكون متكبره وبعدت عليه هي متكبره بلبستها راه في الاخر استني لحظه وجايك من الاخر في الاخر ما تعرفش لبستها طلعت لبست خالتها هذي وحاش معناتها تكبر بلبست خالتها وتقول هذي بيل شريته ب 65 وسرو 169 كل فاس هذو نكمل هي بلبست خالتها معناها وقت تكبر من ناحيه اخرى فهمت يلبسوا مثلا مع عند خالاتهم ولا معناها يقربوا لهم يجوا معناها يتكبروا بلبستهم مش لبستهم هي لبست اللي يقربوا لهم قدامك انت فهمت هكاك برشا عبيد كيف انا كي نلقاه كا ايه رايك انت سلف في الحوايج ولا حاجه بيه حاجه بيه على الاخر فيش حاجه بيه
شبيك انا قابيو انت هذا باش نسال باش نسلفوا من عندك راه مرحبا هيا بي حضري روحك سلفوا من عندك اي تسلفوا عندي برشا عندي حق قابيو عند طفله باش نمشي نجيبو عطيتو لها اختي من غير ما تشاور والله لا تربح اختي انت تز ولا لا انا تتسلف انا والله قليل مش ديما حق طابق قليل قليل مره في الفي مش اما انا يتسلفوا من عندي تبارك الله تسلفوا من عندي ما انا قليل لك وين تحليلي في مخي ساعات تحليل وساعات مبطل لك ماكش من نوعيه البنات اللي ما يحبوش يسلفوا لا لا نتسلف انا يدي كريمه برشا نعطي مرات تتسلف حاجه وترجع لك يا مقطعه يا والله صارت لي برشا مرات فيش احكين مرة سلفت سالوبيت الطفلة جتني من مع عند اختي من فرنسا والله لبستها نهار خرجت بها للحومة عملت جست دورة هكايا وروحت بجني طفلة قالت لي حب نحب نسلفها سلفت هيلا يوم دود اختها رجعي هيلا ما حبش ترجع هيلا ما حبش ترجع هيلا يوم الجامعة جتني صاحبتها قالت لي راهي فزت هيلك بالجافي بيتي نقاب بالجافي والله شو عملت لها اش عملت لها خليني سيك تقول الكاميرا نسيت شنو عملت انتقطت عليها وبعديك قلت لها اعطيني حقها وبعديك قلت لها شمني فيها هكا ماني بعديك ماني يطلع لي العصب ونولي نسب وبعديك نبرد هكا باش ما عادش تسلف والله لا نشعف ولا نتوب ما نشعفش انا والله نفس الصنع مازلت نسلف التو والله انت ما منشدش انا ما عنديش كل البغض وكلية ما نسلفش ولا كيما هكا نعرف متسلف حاجة جديدة مزت ما لبستهاش اه نج غير شريتها نج قلبك حنين للدر الله خير كيما نصور كيما الفم اللي ما يستحفظش فم اللي تستحفظ انا استحفظ انا استحفظ اما كي نعطيها ما يرجعوها ليش صبا قليل كي انت كي تهز حاجة بتاع شكون تستحفظ عليه؟ والله ولا ورس امي ورس امي رجعها كما هي ورجعها خير من اللي عطتها لي كا ما عنديش باش نفض عندي من معناها الامان عطتها لي نحسبها كالامانه انا عطتها لي يعني نستحفظ عليها لا نهلكها لا في الجبال ولا نقطعها ولا يصير لها حتى شيء كها حاصل وكها كلمة الختام شنو تحب تقول؟ كلمة الختام حب أقول للناس متكبرة اللي متكبرة وضربته في روحها نقصوا برسمي إذا باش تقعدوا كي ما عندكم ما تربحوا باش تربحوا كان كلام الخايب مع العباد الأخرى ومرض هو راهو مرض يعني يعيشوا مع العباد الأخرى معناها اللي كيفنا اللي كيف العباد الأخرى مش متكبرة متكبروش ما عندكم ماش علاش كها بالنسبة للي سلفوا حوايج وما يستحفظوش عليهم شنو تقول؟ نقول لكم برص امكم يسيو من الجبال والتقطيع وكي تعملوها الحاجه ما تقعدوش عاد تخبوها ماكم قولوا يعني خد ساعات وما كل فاز يقول لك تو نجيبوه لك لي انت سيبو تفد منها الحكايه كا نقول لك باي باي ميرسي